بيكم باشمهندسين سنة أولى ثانوي في حلقة جديدة من حلقات الماث. بنحل النهاردة مع بعض أسئلة Exercise 7 درس ال Directed Angles. هنقسم الدرس على 2 Parts، هنحل في Part 1 من أول Number 1 لحد 10 و Part 2 نكمل ال Exercise. معانا أول سؤال بيقول The ordered pair OB, OC represent the directed angle. خلي بالك هو حط هنا الـ OB هي الـ initial وبعد كده حط الـ OC هي الـ terminal. يعني معنى كده هو إن الـ angle هتبدأ من الـ side اللي اسمه OB وتروح على الـ side اللي اسمه إيه؟ OC. فيبقى هو بيتكلم على الـ angle اللي اسمها BOC. BOC هي letter B. سؤال نمبر 2 بيقول which of the angles is not directed ABC. خلي بالك هو هنا بيتكلم على not، يعني هو عايز نختار الغلط فين. طيب علشان تكون الانجل اسمها ABC، تعال كده نشوف الاربع اختيارات بتاعتنا. هو حط في اول اختيار BA initial، وبعد كده هو BC terminal، فتبقى هي فعلا الانجل اللي اسمها ABC، فدي صح. طيب في letter B هو بادي من عند BA ورايح للBC، فيبقى اسمها ABC اللي هي نفس اللي احنا رسمناها بالظبط. طيب في letter C برضو بادي من عند AB، ماشي with clockwise بس مش مهم، كده كده الـ initial BA والـ terminal BC، فهو بادي من هنا ورايح لهنا، يبقى برضو دي صح. يبقى أنهي واحدة اللي غلط؟ هي letter D. ليه يا مستر؟ لأن ديت بدأ من عند BC وراح للـ BA هي الـ terminal، يبقى الـ angle ديت لو كان عايز يكتبها كانت هتبقى angle CBA ومش دي اللي هو عايزها. طيب نمبر 3 بيقول if theta is the smallest positive measure of the directed angle then the negative measure is what. خلي بالك انا علشان يكون معايا angle positive وعايز اجيب النيجاتيف equivalent بتاعتها بعمل ايه؟ بمسك الانجل البوستيف ديت ونقص منها 360، فتبقى ثيتا ماينس 360 اللي هي هتكون لتر سي. نمبر 4 بيقول if theta 1 is the positive measure of a directed angle and theta 2 is negative measure of the same directed angle then theta 1 minus theta 2. مبدئيا ده سؤال المفروض نبقى كلنا عارفينه ان هيبقى بـ 360، بس تعالى نفهم ليه. انا دلوقتي في نمبر 4 بيقول لك انت معاك ثيتا 1 ديت دايركتد انجل وفي نفس الوقت هي بوزيتيف، وانا جبت واحده تانية اسمها ثيتا 2 هي النيجاتيف الايكويفالنت ليه. طيب عايز اعملهم ماينس بعض، مش انا همسك ثيتا 1 الماجنيتيود بتاعها ماينس ماينس فبقت بلس ثيتا 2 لان ثيتا 2 بالماينس صح فبقى بلس. طب مش احنا قلنا ان الصم بتاع الابسولوت بتاعهم هيبقى 360؟ طيب لا يا مستر برضه مش فاهم. طب لو انت مش فاهمها تعال نحط ارقام. هنفترض مثلا ان ثيتا 1 دي ب 60 ديجريز، تعال نجيب ثيتا 2 اللي هي النيجاتيف بتاعتها. ازاي؟ اعمل 60 ماينس 360 تديك ايه؟ تديني نيجاتيف 300 ديجريز. تعالى بقى نعمل ثيتا 1 ماينس ثيتا 2 زي ما هو طالب، هيبقى 60، خد بالك بقى من الحركه اللي جايه، ماينس اللي هو حطها بعد كده في ماينس 300، فتبقى الاثنين ماينس دول مع بعض يقلبوا ايه؟ بلس، فتدينا كام؟ 360. فممكن نعملها از نوت، يعني اكتب عليها كده نوت ذات ان انا لو انا معايا انجل بوزيتيف وجبت النيجاتيف الايكويفالنت ليهم وعملتهم ماينس بعض هيديني
دايما 360. تمام؟ طيب تعالى نشوف نمبر 5. في نمبر 5 بيقول ايه؟ في نمبر 5 بيقول if theta is the directed angle then the sum of its positive and negative measure where theta is non-zero angle. تاني انا معايا theta دي directed angle وعايز اشوف البلس مش الماينس بقى بتاع البوزيتيف والنيجاتيف. برضو دي ممكن نعتبرها نوت ان دايما الاجابة هتكون بتطلع رقم included between negative 360 و 360. طب يا مستر برضو انا لسه مش فاهم. اول ما تلاقي نفسك مش فاهم الاسئلة النظرية دي اعمل assume لأي رقم. خد مثلا سيتا مثلا ب 100 وتعالى نجيب الايه النيجاتيف بتاعتها. يبقى النيجاتيف بتاعتها وليكن مثلا اسمها سيتا 2 هتبقى 100 minus 360 هتديك كام؟ نيجاتيف 260. تعالى كده نشوف 100 plus نيجاتيف 260 هتديني نيجاتيف 160. تعالى نجرب تجربة كمان. بص معايا خد سيتا اي انجل وليكن مثلا 300 يبقى سيتا 2 هتبقى 300 minus 360 هتطلع بنيجاتيف 60. اعمل كده هوت سيتا 1 plus سيتا 2 هتبقى 300 plus نيجاتيف 60 هتديك كام؟ 240. خدت بالك؟ خد فرضية كمان خد فرضية كمان خد فرضية كمان. هتلاقي دايما ان مهما انت افترضت ارقام فالاجابه هتطلع ما بين نيجاتيف 360 و 360. فبرضو دي بعد اذنك اكتب عليها نوت ذات. يبقى احنا خدنا كام ملحوظه من خلال الاكسرسايز؟ 2. الملحوظه الاولانيه ان الماينس هيبقى دايما بكام؟ ب 360، وان البلس هيبقى رقم يتراوح ما بين نيجاتيف 360 وبوزيتيف 360. تعال نشوف Number 6. Which one of the following ordered pairs express a directed angle in its standard position? تعالى كده نشوف أول اختيار CA و CD. بص كده CA و CD دي غلط. ليه يا مستر؟ أصل علشان تكون angle in its standard position لازم يكون ال vertex بتاعتها على origin point و C مش هي ال origin point. يبقى الكلام ده غلط. تعالى نشوف لتر بي. او اي و او اي غلط. ليه؟ اصل علشان تكون انجل ان اتس ستاندرد بوزيشن غير ان الفيرتكس تبقى موجوده على الاوريجن بوينت لازم الانيشال سايد السايد اللي نبدا بيه هو يكون البوزيتيف دايركشن الاكس اكسس، وهنا الاو اي مش هي اصلا الاكس اكسس فيبقى دي كمان غلط. تعالى نشوف سي. او بي ده واي اكسس واو جي دي غلط خالص. ليه؟ اصل علشان تكون ستاندرد او انجل ان اتس ستاندرد بوزيشن لازم يكون الانيشال سايد هو الاكس اكسس مش الواي اكسس. طب تعالى نشوف اخر واحده اكيد مش فاضل غيرها بس نفهم ليه هي دي اللي صح. او اي واو بي حصل فيها كل الشروط ان الفيرتكس هي الاوريجن بوينت وان الانيشال سايد هو البوزيتيف دايركشن للاكس اكسس. يبقى معنى كده نختار مع بعض لتر دي. نشوف نمبر 7. يقول لي if the directed angle is in standard position which of the following is correct. طالما هي in its standard position مين في التلات جمل دول صح؟ its vertex is the origin المفروض دايما، its initial side coincident the positive direction of x-axis تمام، the measure is positive لا مش شرط. ليه؟ أصل أنا ممكن يكون عندي angle كده يا ولاد، بصوا كده معايا يكون ده x-axis ويكون ده y-axis ويكون عندي angle ال vertex بتاعتها على origin point وال initial side بتاعها موجود على x-axis وتكون الانجل ماشيه مع
مع الساعة ويس كلوك وايز. يبقى مش شرط دايما تكون بوزيتيف، ساعات بتبقى ستاندرد ونيجاتيف، يبقى دي غلط. يبقى مين اللي صح؟ 1 و2 اونلي. تمام، شوف نمبر 8. في نمبر 8 بيقول it said that the directed angle in the standard positions are equivalent. لو انا عندي اتنين angles او اتنين directed angles، هما الاتنين في الستاندرد بوزيشن، امتى اقول عليهم equivalent؟ if they have the same initial side. كده كده لازم يكون عندهم initial side، لان هو قال in its standard position، فلازم يكون ال initial side يكون ال x axis. فده مش شرط، لانه لو كسر الشرط دوت ما بقاش اصلا standard position، يبقى ده مش الشرط. terminal side، ايوه لازم هما الاثنين يكونوا عندهم نفس ال terminal side، حتى احنا ساعات بنسميهم، ها فاكر، co terminal side او co terminal angles. يعني ايه كو تيرمينال انجلز؟ يعني ليهم نفس التيرمينال سايد. طيب ليه سي ودي غلط؟ عشان الفيرتكس مش شرط، لان كده كده برضو علشان يكونوا ان اتس ستاندرد بوزيشن لازم يكون الفيرتكس هو الاوريجن بوينت. لو كسر الشرط دوت ما بقاش اصلا ان اتس ستاندرد بوزيشن. الروتيشن، لا مش شرط، ممكن يكون الروتيشن مع بعض، واحد بيلف مع الساعه واحد بيلف عكس الساعه، مش دي المهم. انا يهمني يكون عندهم نفس النهايه، نفس التيرمينال سايد، علشان اسميهم كوتيرمينال انجلز، فيبقى الاجابه اللي صح هي لتر بي. نشوف نمبر 9. بيقول لي اف سيتا ذا دايركتد انجل ميجر ان ستاندرد بوزيشن اند ان بيلونج تو زد، زد دوت الهول اللي هو الهول نمبرز او الانتجرز يعني، ذن ذا انجل هوز ميجر سيتا بلس او ماينس ان تايمز 360. لو انا مسكت سيتا زودت او نقصت منها اي عدد من الروتيشنز الكامله 360، فسمي التو انجلز دول ايه؟ برافو، اسميهم ايكويفالنت انجلز، لان مهما زودت او نقصت 360 هيتسموا ايكويفالنت انجلز. طيب تعالى نشوف نمبر 10. بيقول لي if number 10، بيقول لي if A and B are the measures of two equivalent angles then negative A and negative B are، المفروض حضراتكم تختاروا equivalent، وبرضو ديت ممكن نعتبرها تالت نوت في الاكسرسايز. ليه يا مستر؟ انا هقول ان انت مش عارف. ساعة ما يجي لك سؤال انت مش عارفه تعال نحط ارقام من عندنا، وبيقول لك ان A و B دولت تو ايكويفالنت انجلز، حط اي رقمين ايكويفالنت. لو انا معايا 100 مين الايكويفالنت بتاعتها؟ 100 ماينس 360 فهيطلع نيجاتيف 260. عظيم. تعال نجيب النيجاتيف A ونجيب النيجاتيف B. النيجاتيف 100 هتبقى نيجاتيف 100، طب والنيجاتيف نيجاتيف 260 هتبقى بوزيتيف 260. هل دول مالهم ببعض؟ لو مسكت الانجل اللي هي النيجاتيف 100 ديت وحاولت تحولها لبوزيتيف هتلاقيها بتديك 260 اللي هي الانجل ديت، يبقى دول كمان هيبقوا ايكويفالنت انجلز. يبقى لو انا معايا اتنين ايكويفالنت وخدت النيجاتيف بتاع كل واحده فيهم فالنتيجه اللي هتطلع اتنين ايكويفالنت تانيين. هوقف البارت دوت لحد كده، يبقى احنا حلينا من اول نمبر 1 لحد نمبر 10. لو عايز بقية الاكسرسايز تقدر تشوفه في بارت 2 على المنصة بتاعتنا. أشوفك على خير وإلى اللقاء.